أن أنقل لكم تحيات الأستاذ عبد الهادي الخواجة لدى زيارتي له يوم أمس. أود في مشاركتي في هذه الليلة معكم أن أسلط الضوء على الوضع الصحي للأستاذ عبد الهادي الخواجة، حيث أن وضعه الصحي هو اليوم سيد الموقف. طبعا أنا لن أتعرض أو أحلل النتائج الطبية التي عرفناها أمس، سأترك ذلك للأطباء ليتناولوا في وقفتهم. أنا سأنقل الوقائع التي شهدتها بنفسي أثناء زيارتي للأستاذ عبد الهادي. طبعا أنا أمس زرته لمدة ساعتين، كنت جالس معه. حضر الطبيب المشرف على علاجه إلى غرفة اللي فيها الطبيب، هل ممكن أن يستمر عبد الهادي الخواجة على قيد الحياة وهو يتعلم؟